حاضرين في لو لانسمون ديال لا 6ème اديسيون ال اش فاشن شو اللي هي غتكون ان شاء الله لو 23 نوفمبر في مازاغان. سي اون كوليكسيون اللي هي انسبيري من لي زاني 70 و 80. غتلقاو دي كوب وغتلقاو دي كولور وغتلقاو دي ماتيير اللي كنا تلقاوهم في ديك ليبوك, مي سي كو ريفيزيتي بيان سور بلا توش ديال هاد لا مودرنيتي اللي كاينين فيها حنايا, ديال هاد لا توندونس ديال هاد السما. كاينين مفاجآت في النهار ديال 29 نوفمبر, لان ولا بد خص يكون مفاجآت, وكاينين دي شي حويجات اللي عمركم شفتيهم في لي 5 اديسيون اللي درت قبل. دونك كنحاول ندير دائما الجديد باش نتوما ما تقنطوش, ودائما تجيو تلقاو الجديد في لي ديفيلي ال اش كوليكشن. انا كنفكر يعني بون ماشي دابا مي كنفكر نديفلوبي لا مارك ديالتي تكون فريمون عندها لو بوا ديالها لا هنا ولا في اوروبا ان شاء الله. اي هذا مشروع تنفكر فيه عما قريب ان شاء الله. المحجبه انا عمري ما قصيتها من لي كوليكسيون ديالتي, يعني فاش كنشوفو مثلا هاد لو طايور اللي لابسه تقدر تزيد غير فولار وان شوميز وهي لابسه ان طايور ال اش. يعني انا ما تنقولش بان ال اش كوليكسيون كتصوب غير بوغ واحد الفئه معينه. ال اش كوليكسيون كدير لكل شيء, كاع الفئات ديال الصغير الكبير, ميم لي مامون. يعني حتى انا مامير تنصوب لها شي حويجات اللي حتى هي كتلبسهم وفرحانه بهم. دونك تبنتي مصوبه لها دي شوز ديالها. دونك نو الاش كوليكشن كتفكر في جميع الاعمار وجميع الفئات. الحاجه اللي غتكون متميزه هاد السنه سي كو قبل كنا تلقاو غير لا كاب, هاد العام هذا غادي نلقاو لا كوليكسيون يعني كلها كومبليت. يعني غادي نلقاو لو لوك من لا فيست لا جوب لو بانطالون, غنلقاو لي المونتو, غنلقاو لو بول, غنلقاو ان كافتان فيرسيون روب. دونك نخليكم مفاجاه نهار 23 نوفمبر. احنا كاملين سفراء وسفيرات ديال القفطان المغربي. انا اللي عندي المهم هو خصنا ندفعوا بالمغرب ودائما نهزوا بلادنا, لان بلادنا سي هذيك هي لا ريشيس ديالنا, وفرحانه نكون انا فيير ديتر ماروكان. انا ما عنديش شي حاجه اللي بنتي كنخليها تشبع بداك الشيء ديال اللي هي باغاه. يعني ما نبغيش نفرض عليها شي ميدان ولا شي مجال اللي بز منها, لا بالعكس نخليها تجرب ترتاح في داكشي اللي هي غادي تبغي, وديك الساعات ما عليا غير الا نعاونها.